بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل دماء، من أجل أرضهم ومن أجل أعراضهم، ضحوا بدمائهم في سبيل الدفاع عن بلادهم هذه الذي احتلها بشار الأسد وجنده منذ 40 عام، وهم محتلين هذه البلاد الطيبة الشريفة، بلاد سوريا أجمع، ليست فقط بلاد حوران. كلنا جسد واحد. إذا اشتكى أخونا في إدلب أو حمص أو حلب أو بأي مكان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحن كلنا جسد واحد، لكن هؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم بإذن الله عز وجل، نحن المنتظرون، نحن من ننتظر مصيرنا مثل ما أخذوا مصيرهم، الحمد لله رب العالمين. لكن كل يوم نودع شهيدا بفضل الله عز وجل، ونحن نفرح قتلانا في الجنة وقتلاهم في جهنم في النار بإذن الله عز وجل. ما أظن سننتصر رغم الدبابات، رغم الرصاص المنهمر، رغم مدافعهم وهاوناتهم، رغم طياراتهم، طيارات الميج، ما أجل أي نفع بفضل الله عز وجل، لأنه بقاتل معهم الشيطان، الشيطان مدحور. إحنا الملائكة، والله صواريخ الميج، والله إني متيقن أن الملائكة حملتها ووضعتها في التراب ولم تنفجر. أكثر من 6-7 صواريخ ملقاة في التراب، والله ما انفجرت. الملائكة عم تقاتل معنا في غزة بدر، وأمدهم الله عز وجل بألف من الملائكة، ثم ب3,000، ثم ب5,000، ونحن الآن والله متيقن أن الملائكة تقاتل معنا، وأن الله عز وجل هو الذي يحفظنا. والله تحت القناصات شبابنا يركضوا تحت القناصات، والله ما يصيبهم أي أذى بفضل الله عز وجل، كل هذا بفضل الله عز وجل. وجرحانا، رسالة لكل جريح، ما من كلمة كلمة في سبيل الله أو جرح إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم وريح ريح مسك. وجه رسالة لكل جريح جرح في سوريا وفي حوران وفي بص الحرير الأبية عمود حوران، وجه لهم رسالة، لا تحزنوا إن الله معنا، كما قال الله جل وعلا لنبيه الكريم، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. نعم، الذين جرحوا ونقلوا إلى الأردن، الذين جرحوا وبقوا في هذه المدينة ليكملوا مسيرهم، مسير النضال والجهاد، باقون، الجهاد ماض في أمتي إلى يوم القيامة، ولن نحيد عن هذا المسير حتى الممات. هم يقولون هم يحبون الحياة ويكرهون الموت، لكننا نحب الموت ونكره الحياة، نحب الموت ونكره الحياة. الله أكبر. يعطيك العافية. ممكن تخبرنا مثلا عن يجب توجه رسالة مثلا للعالم اللي برا؟ والله أني بوجه للعالم أجمع، هناك نساء في العالم هي التي تلد رجال، وهي في سوريا فقط. نحن لا نريد مالا ولا نريد طعاما، نريد سلاحا فقط. أعطونا سلاح سنفتح به إن شاء الله القدس بعون الله. ونحن نقول لروسيا والصين والإيران والكلب بشار، لن نتراجع ولو تساقطت الرؤوس من على الأجساد، لو أبادوا 3/4 لن نتراجع إن شاء الله. كما أنني أقول له بعض الكلمات هذه لبشار الأسد، تاريخ هذه البلد لا تقراه، بس طالعه وشوف يا حاقدي كم شهيد فيه طالعه. فجر وكتل بنا وخلي الدم طائفة، تريد بشامنا تشعل حرب طائفة، خليها تيجي 100 طائفة وطائفة. السني لما وقع الدرزي طل وطلعه، لن نتراجع، والله لن نتراجع، قادمون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.